اهلا بكم متابعات رفيات لقناة جمالك طبيعي، اتمنى تكونوا بخير. وانتوا بتشاهدوا ريفيو اليوم، لو اول مرة تشوفوني فما تنسوش الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر وتفعلوا علامة الجرس. ولو عجبكم الريفيو ففضلا وليس امرا لايك للفيديو. النهاردة هكلمك عن واحد من افضل الزيوت اللي بتعالج مشكلة تساقط الشعر وباقي المشاكل البسيطة اللي بتعاني منها السيدات والبنات، لانه بتكون من مجموعة من الزيوت الطبيعية الفعالة اللي بتساعدك في علاج مشاكل كتيرة قوي، زي ان هو بيعالج الشعر التالف. فلو انت تعرضتي لعوامل بيئية كتير زي اشعة الشمس او مية البسين بيكون فيها كلور، او بتستخدمي استشوار مكوى بيبيليس صبغات كتير، كل الحاجات دي سببت او لحقت الضرر بشعرك. فزيت ماجيك اويل هو فعلا ماجيك، يعني سحر، هيرجع لشعرك طبيعته ونعومته، هيعالج التلف التقصف وبيدي لشعرك النعومة واللمعان والحيوية. كمان طريقة استخدامه لكل نوع من انواع الزيوت الطبيعية المستخدمة للشعر طريقة خاصة بيها. طريقة استخدام ماجيك اويل بتكون بالخطوات اللي انا هقولك عليها. اول حاجة بنستخدم الزيت كده، ولكن مهم ان يكون الايد نظيفة قبل استعماله، وبناخد كمية مناسبة من الزيت وندهن بيه الشعر، ونقوم بتدليكه كويس جدا من الجذور حتى الاطراف لمدة ساعة، وبعد كده بنبدأ نشطف الشعر بالمية الفاترة. طبعا الافضل ان احنا نكون غاسلين شعرها قبلها بيوم بشامبو يكون خالي من السلفات او خالي من البرابين او السيليكون، يعني يكون شامبو طبيعي عشان نتخلص من اي بكتيريا او زيوت. وتاني يوم بنبدأ نحط الخطوات اللي انا قلتلك عليها. بالنسبة لو كان شعرك دهني بتستخدمي الزيت مرة واحدة بس في الأسبوع، أما لو كان الشعر العادي أو شعر جاف بتقدر تستخدميه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. بغض بعض الأضرار بتكون نادرة الحدوث، بتحدث نتيجة حساسية من أي من مكونات المنتج، زي وجود حكة شديدة في الرأس أو طفح جلدي أو احمرار في فروة الرأس، بعض يعني الحرقان البسيط في فروة الرأس نتيجة تفاعل الزيت مع فروة الرأس والشعر. كل الأضرار دي يعني لو حدثت بعد استخدامه وفضلت فترة فلازم نتوقف عن استخدامه ونبحث عن بديل آخر ليه. وممنوع تماما طبعا ان هو يتحط على فروة رأس تكون ملتهبة او فيها خدوش او فيها يعني الجلد مش سليم فيها. مكونات الزيت كلها زيوت هايلة، زيت بتكون من زيت الزيتون واللوز الحلو والورد، وكل الزيوت دي ليها نتائج هايلة في معالجة التلف، وبتساعد في حل مشكلة الشعر الخشن والمجعد، وبتقوي الجذور من الجذور، بتقوي الشعر من الجذور للأطراف، وبتمده بالعناصر الغذائية المهمة اللي بيحتاجها. مش بس كده، ده هو علاج قوي لتساقط الشعر اللي بيعانوا منه ناس كتيرة جدا. موانع الاستخدام، استعماله يحذر استعماله لو كان عندك حساسية اتجاه نوع من انواع مكونة لهذا الزيت. ما ينفعش نستخدم الزيت على الوجه عشان ما يسببش معانا اضرار والحبوب. كمان ما ينفعش نستخدمه على شعر غير نظيف عشان ما يسببش اضرار، زي ان هو يسد المسام ويسبب ظهور القشرة. بكده انتهينا من حلقة اليوم، واتكلمنا كتير عن فوائد زيت ماجيك اويل للشعر وطريقة الاستخدام والاضرار المحتملة، واتكلمنا عن مكوناته موانع استعماله. نتمنى نكون قدمت لكم معلومات مفيدة عن هذا الزيت. حبايبي اتمنى منكم تقدير لمجهودي، ان تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، تشاروا الفيديو مع الجميع.